السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتوضيح يا شيخ حميد، المليون الريال، 100 مليون، أنا ما أريدها لا جيبي ولا أنا في حاجتك تدي لي شيء، لا أنت ولا غيرك، أنا مستور الحمد لله. 100 مليون عليكم ذنب يجب أن تعلمه، وأنت الممثل الشرعي لحزب الإصلاح، أنت من يناقش معنا وثيقة المبادرة الخليجية في بيتك، وبنت عنك الرأس لحزب الإصلاح ليس غيره، وإحنا في الساحة مناضلين ضد نظام عفاش كامل، لا هادي ولا الأحول ولا غيره ولا غيره، ضد النظام فاسد وبأثبت فساده. وعفاش صاحبي طهري، وفي الأخير تدخلوا معه في شراكة بعد إخراج القتلة بيت الأحول، قبيلة الزنا أنا سميته، أنهم أثبتوا الزنا، ما هم لا مصعبين ولا من المصعبين، خوانة متآمرين، تخرجوهم من داخل سجن الفرقة بعد عهدا عهدا يا شهيد عن دمك لا لن نحيد، وتركتونا جلستنا وشباب الصمود في الساحة أنصار الله، هذا الآن موجود الحوثي، وفي الأخير دخل الحوثي وطيركم كلكم، وثبت أنا مكاني، من رحت عدن ومن رحت ذا ومن رحت ذا فأنا موجود، ما تخليت عن عهدي، ذي بطالب بدماء شهداء جمعة الكرام، عاقبكم الله بالحوثي، ويا جزر فيكم وفيه وفي ذا وفي ذا، ودمرت اليمن بسبب زنو، هو ذي صنع جمعة الكرامة بنفسه ضد عفاش، وعفاش مع احترامي له سياسة حزبه لم يعلم أن الخاين هو الذي وراء هذا القتل وهذا الحروب كلها، كل يوم يجيب لكم أسطورة، با يخرج جيش عدن أبين، با يخرج كذا، با يخرج صعدة، با يجي كذا، وكل يوم يدخلكم في حرب. المهم جمعة الكرامة مدبرة من الأحول، وحققوا معه أنا المسؤول عن كلامي ضد حزب عفاش لإسقاط عفاش وقلب الرأي العام عليه، قايم قده مجهز ومجهز يطير بكم ويهلك الحوثي في حروب، وبعدين يتسلط عبر الأمم المتحدة دي يشتغل لهم ديوث، يسجل لهم دول العالم باسم والدي وباسمي وينصبوه على اليمن زنو، والآن بلاد الحرمين تحكم بالزنا واللواط وباقي الدول، وأنا مسؤول عن كلامي أمام الله من قبله. الكلام كثير يا شيخ حميد، أنتوا جميع القيادات السياسية اليمنية، لذلك عاقبكم الله بهذا الشيء. إن كان المئات المليون غير موجودة معك فأنا أطلبها من السيد عبد الملك يخرجها من أموالي من خزانة الدولة، أنا صاحب الدولة ماشي لأبوه الأحول، هذا دي يدعي الشراكة الباطلة ويعتدي على شرفي ويخين في الوطن باسم والدي وباسمي من سقوط الدولة الطاهرية إلى اليوم، وبكرة ممكن يتهمني أني على رضا وأن أهلي على رضا وأن احنا متفقين وهو يكذب، أنا لا شريك معه ولا أنا معه، وبيني وبينهم مشاكل وقتل، ولا أدري حتى أنهم زنا إلا الآن بعد الاعتداء على شرفي وبعد الأمور هذه دي حدثت، ما دخل الحوثي إلا قدهم
مسيطرين على كل شيء، المرة الأولى في السعودية والمرة الثانية هنا في صنعاء، وأنا أبحث من غريمي ومن قريبي. جاء الحوثي وتحالف معهم مع المؤتمر، نفس العملية هو وفي الورطة هذا، وأنا الحالي لا دخلت مع الحوثي والجنوبيين تركتهم، ما حد وقف معي، وانتو تركتكم، دعني عبد الرب الشداد الى مارب، قلت لا عبد الرب انا معك، والله على ما اقول شاهد ما اكذب، ومستمر في نضالي في داخل صنعاء. بينا لكم الخاين الذي يريد يتسلط تحت مظلة حزب المؤتمر، وهو الرئيس والحاكم الفعلي للعالم كامل، باسم والدي واليوم باسمي يريد ينصب ابنه غازي الأحول. أنتم مطلوبين للعودة لبلادكم كامل والتحقيق مع الأحول وجمع الأحول. لا صنعاء، أنا داخل سجن في صنعاء، لا هو ساجني الحوثي ولا أنا ساجني عفاش وحزبه، سجنوني سنتين على رمي قنبلة الأحول وعصابته، لا مصلوني بين المجانين، وفي الأخير رجعت ومسجون في سجن ملك الملوك سميته داخل صنعاء في شارع 60، السيد يعرف مكاني، ما بخرج من صنعاء إلا بوجه أبيض أمام أهل اليمن، أمام أنسابي اعتدى على شرفهم بعد ما أجبرهم أن تتطلق، وأمام أهل اليمن أن لا لي علاقة في القتل هذا ولا صله ولا رضا بتسلط الأحوال باسم والدي ولا باسمي، وبالتحقيق من جميع الأطراف تعرفوا كل شيء، وطالبوا لي بذي في السعودية وذي في الإمارات، وتعرفوا عيبكم، ويكفي قتل هنا وبس، هذه عقاب لكم بخيانة دم إبرياء. استغفر الله وعودوا له، وقفوا القتل، وقفوا الحرب، وقفوا الحرب، فوزوا بها في رمضان هذا. هم راحلين راحلين لا جهنم، ما هم من رأيتي ولا من رأي تالي، خونة في الدين وفي الأرض والعرض، ولا لهم مكان في العالم كامل باسم والدي، ما لهم مكان ولا لهم حتى القبور، ويخرجوا قبورهم حتى من اليمن، وتحققوا وتأكدوا من كلامي، إن كان كلامي صحيح يتنفذ، وإن كان كلامي باطل الطارف يجي يراجعني فيه. ليش ما يقولوا لك تارات قبلية خريط مريض؟ أخوي عندهم ما قطع الدم، لا شهداء جمعة الكرامة ولا أخوي ولا مقاتل الحد. الله يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، وهذا زنب ما ذكره، الرجل معه عقل كامل والمرأة نص والزن ربع، ومكره وكيده أعظم من مكر وكيد المرأة، وهو جبان بالسلطة، ما حد يولي الزنا سلطة. أنا مسؤول عن كلامي، أثبت أصلهم أنهم زن، وأثبت تأمرهم على عفاش وقتل عفاش، ماشي الحوثي دي قتله بهم، ومسؤول عن الكلام، ضرب التحالف وإدخال التحالف هم، خراجكم من داخل صنعاء هم، أنتم وهادي، والآن يخططوا القلع الحوثي ويتسلطوا. قلنا للحوثي اجلس يا حوثي، امسك أنت بصميلك سلطة مغتصبها بصميلك، أفضل ولا سلطة بالزنا والواط، وليس لك تسلط على اليمن ولا هو شرعي، ودخلها بصميل يجلس على صميل، أنا ما بصلت، وحققوا في الموضوع وشوفوا هنا في صنعاء، لعنوا إبليس وتعوذوا بالله من الشيطان في سفك الدم اليمني بسبب زنو، ينهيكم ويدمركم وفي الأخير يتسلط عليكم. هاتك أعراض ناس، واحد البارح يتصل بي يقول أخته لها كم سنة بين أربعة جدران، وأنتوا داخل صنعاء ما واحد الذي ضبط الأحوال وحقق في موضوع أخته، وأنتوا سلطة
الإصلاح والمأتمة، وهادي وغيره، اسمه سمير عباد الشهري في قسم السياغي، ممكن يطلبوه الآن حققوا معه في موضوع أخته لعبوبها، وبعد ما لعبوبها جننوه ولهم قضايا كثيرة. مجاهد الهمداني قتلوه واتهموني بقتله، وشهرين عند حميد العودي في البحث الجنائي، مخرجني إلا علي صالح شطير واحد من قيادات حزب الإصلاح في الجوف، وهم الذي وراء قتله، ومعترف مجاهد أنه ذي قتلها بتوجيهات منهم، قالوا قتله. كلمني وتسجيله موجود ورسالتي. الآن أنتم مطالبون بالعودة إلى وطنكم وأنهى المهزلة وسفك الدم اليمني، وتحياتي للجميع.